بنهارنا بنعمل اشياء كتير، اشياء مهمه خصوصي اذا بتتعلق باولادنا لانه تاثيرنا عليهم كبير. اشياء بتحرز نوقف قبلها نفكر فيها ونسال حالنا. اكيد هيك. في ناس بيقولوا انه الوصفه السحريه حتى الولد يطلع ناجح، يعني مفتاح النجاح او شو اللي لازم انا اعمله مع اولادي لحتى يطلعوا ناجحين بحياتهم، هو انه ضل قل لهم اشياء منيحه عنهم، يعني قدم لهم تشجيع دايم، اطراء دايم، قل لهم برافو على اللي بيعملوه بدل ما ركز على الاخطاء. يعني كانه بالحياه تكون مثل اللاعب مش مثل الحكم. اللاعب دائما عم بيفتش على هدف، الحكم عم بيفتش على خطا. منيحه اذا بنضل نتذكرها حتى بعلاقتنا مع كل الناس، ممكن يكون هذا مفتاح النجاح. هات لنشوف. بس الإطراء أو التشجيع بدي أقسمهم لنوعين. أنا بقدر أقول له برافو لأنه عمل شيء، بذل جهد، شد حاله، ثابر لحتى يحققه. وفي أقول له برافو أنت إنسان كتير ذكي، أنت كيف بتعملهم هودي؟ هودي أكبر من عمرك، كيف عم تقرأ بهالسهولة؟ ماشيها بالنسبة لألك، غير ولاد بدهن عليهم بس انت ما بدك. في فرق هيك. في دراسات انعملت عن طبيعة الإطراء او طبيعة التشجيع. النوع الثاني اللي حكيت عنه يلي بيقدم إطراء او بينفخ بقدرات الولد الطبيعية يلي خلقت معه، يعني انت ذكي، انت قوي، انت اقوى من غيرك، انت اسرع من غيرك، فيهن خطر. فيهن خطر على نجاحه. بتصدقوا؟ يعني إذا ضليت قله أنت ذكي يمكن يصير يجرب أقل. وحتى الدراسات يلي رافقت عدد كتير كبير من الأولاد فرجت أنه يلي بيعتبر حاله هو أذكى من غيره لأنه دايماً عم قله هيك، هلأ بيشد حاله شوي، بعدين بيصير يعتبر أنه منه بحاجة، بيصير يشد حاله أقل. ولاحظوا انه بعد عمر 7 سنين تقريبا جزء كتير كبير من الاولاد، حوالي 80% من هودي الاولاد صاروا يحققوا اقل، لانه بطل الدافع تبعهم هو انه يسعوا لحتى يحققوا اكتر، صار الدافع هو انه ياخدوا اطراء دايم. بس بعد فترة ما بتعود تقله ذات الاشياء للولد، فما بيعود انه يحقق حاله من خلال اللي بتقله اياه. يعني ما بقى تقله كتير برافو لانه صار تحصيل حاصل يلي بيعمله، ما هو ذكي اصلا، يعني ما بيستحق كتير الاطراء على كل شغله بيعملها، ما هي هينه عليه. هيك بنصير نفكر. وكانه لاحظوا بطل في دافع عند الولد انه يشد اكتر، ما هو مش بحاجه، ما هو اذكى من غيره واسرع من غيره وأقوى من غيره. يعني نظرته لحاله بتأدي لفائض بالثقة بالنفس، وهيدا بينعكس على نجاحه. هيدي الدراسات الميدانية هيك فرجت، يعني انعملت على أكثر من 5000 ولد. فيمكن لازم نعيد النظر بهيدا النوع من التشجيع. ونروح على التشجيع الثاني. التشجيع الثاني هو إذا ولد مثلا عمره 4 سنين عم يقرأ شيء يلي عمرهم 6 سنين فيهم يقروه، بدل ما قله انت أذكى من غيرك، انت خلقت هيك، انت رهيب، فيه قله مش قليل، انت عم بتركز كتير منيح لدرجة انه قادر تقرأ اشياء اكبر من عمرك، برافو برافو على الشغل اللي عم تعمله. صار التشجيع هو على الشغل، يعني عم عزز عند الولد فكرة انه اذا ضل يركز وضل يشتغل وضل يجتهد رح دايما يحقق أكتر. هلأ يلي عنده طاقة أكبر بنفس الجهد رح يحقق أكتر من غيره، فليكن هيدا نجاحه الزايد عن نجاح غيره. أما يلي قدرته عادية، يعني هي مثل قدرة أكترية الناس، فكمان أخذ نفس الرسالة إنه أنت بالجهد وبالمثابرة رح تضل تحقق. هيدا بيعطيه دافع إنه يضل يثابر. وبنفس الوقت ما بكون أنا ركزت على فشله، بكون ركزت على نجاحاته، يعني كنت مثل اللاعب مش مثل الحكم.
بدل ما عزز الأسطوانة الداخلية السلبية عنده، أنا فاشل، أنا كسلان، أنا ما بجرب، عم عزز أسطوانة داخلية إيجابية. صار دائماً عم بيعيد براسه أنا مجتهد، أنا بقدر أعمل، إذا بركز بقدر أعمل أحسن، إذا بجتهد بقدر أعمل أحسن. أوقات ما بجتهد ما بيأثر، ما بصير فاشل، بس ما بعمل أحسن. هل قد تمنى بيطلع؟ فكروا فيها.